متابعينا أينما كنتم، مرحب بكم في هذا الموجز الإخباري. بداية، في برنامج محاكمة معتقلي الرأي لنهار اليوم، تقرر تأجيل محاكمة معتقل الرأي والمناضل السياسي كريم طابو إلى غاية 14 سبتمبر، وهذا حسب ما صرح به المحامي عبد الغاني بادي لموقع الطريق نيوز. وأدنت محكمة بئر مراد رايس أمس الأحد الصحفي بالقاسم جير بمحكمة بحكم 3 سنوات سجن نافذة. أما بمحكمة البويرة، سيمثل كل من الناشطة توفيق علون، قاضي غرطة، ودوان نور الدين مع 10 آخرين أمام قسم الجنح. وبمحكمة المسيلة، سيمثل معتقل الرأي حسام شبابحي، وبسكيكدا سيمثل سويلي طارق أمام قسم الجنح لمحكمة القل عن تهمة إهانة هيئة نظامية. في خبر آخر، أكد مدير المعهد الوطني للصحة العمومية وعضو لجنة متابعة فيروس كورونا البروفيسور إلياس رحال لدى نزوله ضيفاً على القناة الإذاعية الوطنية، أكد أنه خلال شهر جوان لا توجد إنفلونزا موسمية، ويتعين على كل شخص تظهر عليه الأعراض التوجه مباشرة للتشخيص وإجراء الفحوصات. وفي ذات السياق، ارتفاع مستمر في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19، وهذا بعد تسجيل 305 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل 5 وفيات. أما حالات الشفاء المسجلة في نفس الفترة وصلت إلى 169 حالة. قرر والي ولاية تيارة محمد لامين درامشي أمس غلق أسواق المواشي بسبب اكتظاظ المواطنين بالسوق وعدم تقيدهم باحترام إجراءات الوقاية اللازمة لتفادي انتشار وباء كورونا. في الأخبار المغاربية، يبحث مجلس الأمن الدولي في جلسته المقرر عقدها الاثنين المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب لمجلس الأمن بالتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثرا خلال الأسابيع الماضية. وفي أخبار الرياضة، فاز مهاجم نيجيريا ولاعب نادي ليلى الفرنسي فيكتور أوزيمان بجائزة مارك فيفيان التي تمنحها فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية سنويا لأفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي. وقد احتل الجزائري إسلام سليماني لاعب نادي موناكو المركز الثاني. بهذا الخبر أطوي معكم الموجز الإخباري لصباح اليوم، ألقاكم في مواعيد لاحقة، ويمكنكم متابعة المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني radio.info.info. إلى اللقاء.